يا صباح الخير عليكم، وكل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة علينا كلنا يا رب. كده النهاردة انا هوريكم الحاجات اللي انا بستخدمها في خبز الحاجات بتاعت العيد، مكونات اللي هي الكحك والبسكوت والحاجات دي. طبعا انا مش قناة تلفزيونية للطبيخ والكلام ده، يعني احنا مش يوتيوب للتلفزيون للحاجات، بس يعني ايه، انا بحب دايما في ساعة العيد، انتوا عارفيني واكيد شفتوا فيديوهات كتيرة مني بعمل دايما هيصة ساعة العيد، سواء في الاكل او في الكوكيز والحاجات التراديشنال، يعني لان العيال بيبقوا معودهم على اللي احنا اتربينا عليه. ف من اهم الحاجات اللي انا بعملها في العيد الصغير يعني الكحك والبسكوت، لان انا ما بعملش في العيد الكبير، انا بعمل بس في العيد الصغير في الكريسماس بعمل اللي هي المخبوزات بتاعتنا دي. فانا النهارده هفرجكم على المكونات اللي انا بستخدمها كخبره بقى سنين بقى، وانتم عارفين ان الدقيق هنا والسمنه والسكر الحاجات دي مختلفه عن مصر. تعالى افرجكم انا النهارده معايا ايه. اغلبيه الحاجه دي كلها جايه من كاسكو، يعني انتم عارفين انا عشق الاول والاخير كاسكو. ده الدقيق اللي انا بستخدمه. الدقيق ده خلوا بالكم ده all purpose، اللي هو لجميع انواع يعني الاستخدامات، ده اللي انا بستخدمه. في طبعا في نوع ده اسمه بليتشز، وفي نوع اسمه ام بليتش. انا بجيب ده وبصراحه بيطلع معايا حلو في العجينه، لان ده اصلا بتاع العيش والدوناتس وكده، فبيطلع كويس. ده بتاع المخبوزات، ده العيش بتاع المخبوزات، يعني لو شايفين هنا اهو مكتوب اللي هو ايه، بيتزا كراست سويت دوت للعجينه المسكره وايه والدونات وكده، فده اللي انا بجيبه. شكاري تقريبا ب $7 $8 على حسب ما هي دي 25 باوند، ودي موجوده في كاسكو، عندي 11 كيلو الشكاره دي. طبعا الزبده بتاع كاسكو، وخلوا بالكم الزبده دي لازم تكون انسالتد، يعني ما فيهاش ملح، دي اللي انا بجيبها. طب يا مريني الكحك ما بتعملش بزبده، انا هقول لكم الكحك بيبقى انا بعمله ازاي، بس انا بجيب الزبده للبيتي فور والبسكوت والغريبه واللانكاشير والسابلي، ده بعمله بالزبده دي. الكحك بقى بعمله بايه، وخدوها مني تجربه، وهتقولوا مريني قالتها بالسمنه دي. السمنه دي زي الهولندي او الصناعي، زي روابي بتاعتنا بتاعت مصر اللي هم بيحبوها عليها، يعني ايه مش سمنه بلدي. جربوا بيها الكحك وادعوا لي، جربوا بيها الكحك وادعوا لي. دي انا بحط مقدار الكحك ايه، 6 كوبايات دقيق عليهم 3 كوبايات سمنه من دي، وبسيح السمنه وشوفوا الكحك ده هيطلع عامل ازاي. يعني انا جربت جميع انواع الاختراعات مع الزبده. انا في مره بعد ما سيحت الزبده وعملت سمنه بعمل بيها كحكه، الكحكه بترجعي في الحته تضربيه، فانا خلاص ما كانش عندي، كانت ليله سهرانه بالليل وكان كاسكو قفل، فانا رحت وول مارت فانا لقيت دي كانت بالصدفه، فقلت لا انا اجربها، وعملت مقدار قليل فعجبني جدا الكحك منها. ومن ساعتها يعني انا بقالي ممكن 11 سنه، يعني بقالي 13 سنه هنا، بقالي 11 سنه بعمل بدي ما بغيرهاش. ده عين الجمل من كاسكو برضو، ده عين جمل كالوس برضو، دي فانيلا من وول مارت، بس يعني انا ما بحبش استخدمها في الاكل قوي إيه، تكون سائله. انا بستخدم الفانيليا دي من المحلات العربي، بجيبها الفانيلا دي بتبقى موجوده. ده نوع نشادر جديد هاني جايبه امبارح، انا ما اعرفش نظامه ايه، بس اللي انا كنت بجيبه اللي هو العلبه الازاز الصغيره اللي مكتوب عليها امونيا، بس يعني هنجرب ده وهقول لكم ايه نظامها. دي الخميره، دايما لما تيجي تخبزي طبعا انتوا شايفين كميه الخميره دي، دي كيلو خميره ب$4، فدي ممكن تقعد معايا السنه كلها. بس لما باجي اخبز خبيز جديد لازم اجيب واحده جديده مقفوله تكون اول فتحتها في الكحك، لان يعني انا مش هبوظ اللي انا بعمله بحاجه قديمه. وده انا بحط سمسم في الكحك، بحط معلقتين سمسم في الكحك كده بيبقى كويس برده معانا. وده البيكنج باودر، في طبعا في اشكال وانواع، بس انا بجيب بتاع وول مارت والبراند بتاع وول مارت، وده حلو يعني. ده السكر البودره من كاسكو بيتجاب، بكون جايباه. ده السكر البودره بكون جايباه برده من كاسكو مضروب جاهز ب$5 تقريبا. ودي السمنه اللي انا قلت لكم عليها. وده الكورن فلاور او النشا، كورن ستريتش مش كورن فلاور، ده الكورن ستريتش، ده اللي هو النشا اللي انا بستخدمه في اللانكاشير والكلام ده، اللي انا بستخدمه. وده البيض بتاعي العادي، كل حاجه انا بستخدمها كده اهي للكحك والبسكوت لما بيجي يتعمل. ده الميزان اللي انا بوزن عليه عشان انا بوزن بالكيلو والكلام ده. وده اللي هو تزويق الغريبه، ده الزينت البيتي فور بعد ما بيخلص، طبعا انا لسه مزين دلوقتي. ده برضو للغريبه، ده بدولار من وول مارت، السكر ده بدولار. ده الفارماسي برضو موجود في وول مارت،
السبيركل ده. ده طبعا الالوان، انا جبت السنه دي الالوان دي، مارفيلا مش عاجباها الالوان دي، كانت عايزه الوان كريسماس، بس انا ايه قلت لها دول شكلهم حلو عاطفي اكتر، فقعدنا نتخانق. المهم انا جبت ده من رايي اللي مشي، وانا جبت ده في الاخر قلت عشان لو عايزه اعمل لانكاشي الوان. فده كل المقادير. انا بعمل مقادير ازاي؟ انا بعمل الكحك، يعني انا الكحك ما باخدلوش اي فصفات من بره. الكحك انا بعمل 6 كوبايات دقيق عليهم 3 سمنه، وبحط معلقتين خميره، مش معلقتين خميره، معلقتين سمسم ومعلقه خميره، بدوبها في شويه ميه بسكر دافيين كده، مش سخنه، ميه دافيه، واقلبها لغايه لما تخمر، وبس الكحك قوي. البيتي فور والبسكوت والغريبه واللانكاشير انا بتختلف طريقة لطريقة، بس انا ماشية بطريقة الشيف هناء فهمي، ده قناة على اليوتيوب، دي اللي انا بستخدمها على طول في كل الوصفات. الحاجات دي كحك كحك وبسكوت وغريبة، ومقاديرها يعني بتظبط معايا جدا مع الخامات الموجودة في امريكا. امشي على اللي هي بتقوله وهتلاقيه مظبوط جدا فين في امريكا. دي الحاجات اللي انا بستخدمها. انا هوريكم بعد ما نخلص الكحك والكلام ده، انا طبعا السنه دي هو كله كان معانا ضرب ضرب، ما فيش تيمه يعني بصراحه، فانا متاخره السنه دي عن الكحك والبسكوت. انا عامه بيبقى الكحك والبسكوت خلصان من قبل كده، النهارده 30 في الشهر انا ما عملتش حاجه، فانا استغليت ان انا اجازه بقى النهارده، وقلت ايه اعمل شويه حاجات كده افرح بيها العيال، ومش هكون كبيره يعني، مش كميات كبيره زي كل سنه انا بعملها يعني، قلت ايه يبقى على قد البيت وخلاص، مش هوزع لحد بس يعني. ف دي الحاجات اللي انا بستخدمها، ده الورد بتاعي اهو بس. فدي الحاجات اللي انا بستخدمها، ولازم نبسط نفسنا، مش قصه انا كحك وبسكوت. ما احنا نشتري كحك وبسكوت من بره، في ناس بتبيع لعبد الكيلو بحاجه و20 جنيه دولار والكلام ده، المحلات العربي بيبقى عندها، وفي المحلات المخبوزات اللبناني برضو بيكون عندها، بس انك تعمل خبيز في بيتك ده بيبقى بركه. يعني انا اتربيت على كده، انك لما تخبز في بيتك انك بتخبز بركه. اتمنى الحلقه تعجبكم. دي الحاجات اللي انا بستخدمها. انا عارفه ان الحلقات دي بتجيب ناس كتيره بتحبها، زي ما عملنا قبل كده على المنظفات والحاجات ده كانت حاجات خبيث كده. لما اوصل بقى لمرحله كده هوريكم بعد ما اخلص الحاجه اللي انا عملتها وشكلها وزينها مع العيال ازاي، وان انا طبعا ببهدلهم ان هم يمسكوا مكنه البيتشي فور والكلام ده. طبعا انا عندي المناقيش، انا لسه ما طلعتش لسه بقيت الحاجه، يعني انا عندي المناقيش اللي هو زي ده كده للكحك، طبعا انا ما بستخدمش ده اللي هو الختامه دي، طبعا ما فيش كحك كده. وفي كمان يعني عندي الشكل ده برضو اهو، اتطور هناك اهو، الشكل الصغير اللي هناك ده، وده وقعت برضو. الحاجات دي بقى لها مده يعني، كانت عمتي كانت جايباهم لي دول، بس انا ما بستخدمش الطوال دول بقى، يعني انا ما بستخدمهمش، بستخدم الصغيرين دول. وطبعا المناقيش، استنى ما اشوف بقى المناقيش، بس انا عندي حاجات كده يعني ايه عفى عليها الزمن، استنى مش لقيتش المناقيش بقى، شكلنا مش هنعرف نعمل كحك، بس بالشوكه يعني انا بتصرف وبعمل كل حاجه. اهو لا المنقاش اهو، منقاش الزمن بتاعنا ده، ده موجود هنا عند العربي، يعني ده انا فاكره ان انا جايبه ده من عند العربي. طنطي كانت جايبه لي واحد بس مش عارفه فين. مكنه البسكوت اهي، ما بقى لهم فتره يعني هنا، بتاعت البيتي فور. انا بطلع ايه حاجتي كلها عشان ابتدي اشتغل، وايه وضلنا الحاجه تطلع حلوه السنه دي، وكل سنه وانتم طيبين، وربنا كده يفرحكم ويجعلها سنه سعيده عليكم يا رب، وسنه خير وبركه وفرحه. واستنونا في حلقات تانية جايه كتير من هاني ومريم في بلد الامريكان. باي باي.